وتربية المائيات. اللقاء يهدف إلى التكفل الأحسن بانشغالات الصيادين من خلال تفعيل كل آليات الاستثمار والتضامن، خاصة ما تعلق بحوادث فصل الشتاء. وفي مبادرة شجعناها هي إنشاء منظمة وتنظيم خاص للتضامن في الصيد البحري، وانتم عارفين باللي في الكثير من الأحيان، في بعض الأحيان خاصة في فصل الشتاء يكون فيه حوادث ويكون فيها، بنضمنوا مع مهنيين يضمنوا بيناتهم، ونظن شجعنا هذه المبادرات. في نفس الوقت نظن في عمل اليوم مع الآليات الموجودة كما لانساج، كما الآليات الخاصة بتشجيع الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات، نحاول أن نقربها ونعطيها الصبغة اللي تتجانس مع الأنشطة.